والحمد لله الذي جعل لقاءنا هذا في مقام الدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتطاول عليها المتطاولون الأغرار، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى نبراسا نيرا ومنهجا قويما يسير مع الكتاب العزيز جنبا إلى جنب من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه بعث عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلال من العقول وفساد من الأخلاق والحطاط من القيم، بعدما استبدت الأهواء بالناس، فجاء صادعا فيهم بكتاب الله يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبشرهم وينذرهم، وجاءت سنته صلى الله عليه وسلم توضيحا لمن بهم في الكتاب العزيز، كما جاءت أيضا متعرضة لكثير من القضايا التي لم يتعرض لها الكتاب العزيز، إذ الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة المطهرة وحيا باطنا من عنده سبحانه، كما جعل الكتاب العزيز وحيا ظاهرا، وقد فرض علينا اتباعه والاقتداء به، وجعل ذلك من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرع لنا الإسلام دينا شامخ البنيان متين الأركان قوي البرهان. سبحانه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. له الحمد تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر والحكم والقهر، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالمعجزة الساطعة والحجة القاطعة والدعوة الجامعة، فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح هذه الأمة وكشف الله به عنها الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الطيبة المباركة أحييكم جميعا أيها المشايخ والإخوة والأبناء، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله سبحانه الذي أتاح لي الفرصة لهذا اللقاء الطيب بهذه المجموعة الطيبة والوجوه المشرقة النيرة، وجمعنا في هذا المسجد الشريف الذي هو محل السرة بالنسبة إلى هذا البلد العريق وهذه الولاية العزيزة، فالحمد لله الذي أتاح لنا هذه الفرصة، والحمد لله الذي جعل لقاءنا هذا في مقام الدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتطاول عليها المتطاولون الأغرار، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى نبراسا نيرا ومنهجا قويما تسير مع الكتاب العزيز جنبا إلى جنب من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه بعث عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم
على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلال من العقول وفساد من الأخلاق وانحطاط من القيم، بعدما استبدت الأهواء بالناس فجاء صادعا فيهم بكتاب الله يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبشرهم وينذرهم، وجاءت سنته صلى الله عليه وسلم توضيحا لمن بهم في الكتاب العزيز، كما جاءت أيضا متعرضة لكثير من القضايا التي لم يتعرض لها الكتاب العزيز، إذ الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة المطهرة وحيا باطنا من عنده سبحانه، كما جعل الكتاب العزيز وحيا ظاهرا، وقد فرض علينا اتباعه والاقتداء به، وجعل ذلك من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. فقد قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فرسل الله المصطفون الأخيار كلهم جاءوا مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله تعالى رسالاتهم جميعا يجتمع شملها في هذه الرسالة الجامعة التي بعث بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اتباعه عليه أفضل الصلاة والسلام عهدا من عند الله سبحانه، عهد به إلى جميع الأنبياء المتقدمين، كما أحد الله سبحانه وتعالى بهذا إلى جميع الأمم، فقد أخذ هذا العهد على جميع الأمم من خلال أخذه على الأنبياء. فالله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، هذا هو عهد الله تعالى إلى الجميع، وهذه الأمة إنما انعقد خيرها باتباع كتاب الله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم هدى للمتقين، ويقول فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويقول فيه سبحانه هدى ورحمة للمحسنين، ويقول هدى وبشرى للمؤمنين، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويقول سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ويقول عز من قائل: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، ويقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفرض الله سبحانه على عباده اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما أنزله الله تعالى إليه، فهو الخبير
بحقيقة التنزيل، وهو الخبير بمسالك التأويل. لذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم لا يرقى إلى شأوه أي كلام، فهو المبلغ عن الله، وما علينا جميعا إلا أن نتبعه صلوات الله وسلامه عليه، وننقاد لأمره كما ننقاد لأمر الله. فقد أمرنا مع الاختلاف أن نرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأنتم ترون أن الرد لا يكون إلا إلى هذين المصدرين، المصدر الذي جاء من عند الله وهو القرآن الكريم، والمصدر الذي جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الشريف. فالحديث الشريف يرجع إليه مع الاختلاف والتنازع والشقاق كما يرجع إلى القرآن الكريم، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يحوم حوله الهوى. فقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هو وحي أوحاه الله تعالى إليه كما أوحى إليه القرآن الكريم، ونحن علينا ألا نشك في هذا الأمر، وألا نتردد في قبول أي شيء جاءنا عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أحوال المنافقين الذين يعرضون عندما يدعون إلى الحق، بين أنهم إنما يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. فلو كان الرجوع إلى القرآن وحده لاكتفى الله تعالى بذكر ما أنزل الله وما ذكر الرسول، ولكن الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية الطاهرة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، هذه الآية الكريمة تبين كل البيان، أن الذين يعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين يعرضون عن القرآن الذي جاء من عند الله سبحانه، ولا يكون ذلك إلا نتيجة مرض النفاق الذي يبعد الناس عن الله ويصدهم عن سبيله ويبعدهم عن اتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن دلائل القرآن الدالة على استقلال السنة بالتشريع دلائل قوية. كم من دليل في القرآن الكريم يدل على أن السنة النبوية تستقل بالتشريع. فقد أشار الله تعالى إلى أحكام ثبتت بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولم يأتي بها من قبل نص في القرآن الكريم، وجعلها من عنده، جعلها تشريعا من عنده سبحانه وتعالى. من ذلك استقبال بيت المقدس. فاستقبال بيت المقدس لم يأتي نص قرآني يدل عليه، وإنما ثبت بوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان اتجاه النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بأمر الله، ولم يكن عن هوى في نفسه، وذلك خلاف ما يقوله الملحدون والأفاكون. منهم من يقول بأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أراد بهذا أن يتودد إلى أهل الكتاب، فلذلك استقبل قبلتهم تودداً إليهم وحرصاً على تأليفهم. هذا أحسن ما قاله هؤلاء الأفاكون. ومنهم من زاد على ذلك وأتى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى من عظائم الأمور. القرآن الكريم دل على أن هذا التوجه إنما كان
تشريعا من عند الله تعالى. فقد قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم، هذا جعل من عند الله، والجعل إذا أسند إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا جعلا تكوينيا أو جعلا تشريعيا. الجعل التكويني كما تجدونه في كتاب الله في آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا جعل تكويني. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا جعل تكويني. أما الجعل التشريعي فهو في مقام التشريع، الله سبحانه وتعالى يسند إليه ما جعله تشريعا لعباده، كما في قوله سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام. هذا نفي للجعل التشريعي، أي لم يشرع الله شيئا من ذلك، وليس معنى ذلك لم يكون الله هذه الأشياء، هذه كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يشرع الله سبحانه وتعالى ما شرعتموها فيها بكذبكم وافترائكم. فقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، دليل واضح بين على أن اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس كان جعلا من عند الله سبحانه وتعالى، فهو تشريع من عند الله، شرع الله لعباده أن يتجهوا إلى بيت المقدس. لماذا؟ مع أنهم كانوا يعظمون البيت الحرام، وذلك مما ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقد كان تعظيم البيت المحرم الكعبة المشرفة متغلغلا في أعماق نفوس العرب، كان يسري في دمائهم، ولذلك كانوا في جاهليتهم يعظمون هذا البيت المحرم ويجلونه ويقدسونه، ولكن صرفوا عن الاتجاه إليه اختبارا من الله سبحانه وتعالى لإيمانهم، ليكون تلقيهم عن الله تعالى ولا يكون تلقيهم من خلال مواريث الجاهلية. فهم وإن كانوا ورثوا تعظيم البيت المحرم عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكانت هذه شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، إلا أن العرب أدخلوا ما أدخلوا من لوثات الجاهلية في هذا الشرع الذي جاء من عند الله، فأراد الله تعالى أن يطهر هذه الأمة من جميع لوثات الجاهلية، وأراد أن يكون تلقيها عن الله سبحانه وتعالى لا من مواريث الجاهلية. لأجل ذلك صرفوا عن الاتجاه إلى الكعبة البيت الحرام لأجل اختبار إيمانهم، حتى إذا ما رسخ الإيمان في القلوب وتغلغل في النفوس واستحكم في العقول ووجه هذه المجموعات إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ردوا إلى استقباله بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك أيضا جمع بين الحسنيين، بين الاتجاه إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والاتجاه إلى قبلة الآخرين من الأنبياء، لأن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن تجتمع لها مواريث النبوات السابقة، وأن تجتمع لها هدايات هذه النبوات جميعا، فلذلك جمع الله سبحانه وتعالى لها كلتا الحسنيين. ولو كان الاستقبال إلى بيت المقدس اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بأمر الله سبحانه وتعالى، لكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك عندما حنت نفسه إلى استقبال الكعبة المشرفة والرجوع إلى
هذا التوجه إلى بيت الله الحرام. والله تعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب وجهه في السماء انتظارا لوحي يأتيه من عند الله سبحانه ليصرفه إلى الاتجاه إلى البيت الحرام. فإذا اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس كان بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكان تشريعا ربانيا ولم يكن مجرد اجتهاد اجتهده الرسول صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك علينا أن ندرك أن التشريع الذي يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتشريع الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تخصص عمومات القرآن الكريم. كم من عموم في القرآن الكريم خصص بالسنة النبوية كما يخصص بالمخصصات من القرآن نفسه. تأتي المخصصات من القرآن وتأتي المخصصات من سنة النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأن السنة تستقل بالتشريع. نحن نجد عمومات في الكتاب جاءت مخصصة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت أيضا مخصصة بعمومات القرآن بمخصصات من القرآن الكريم. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعدما عدد المحرمات من قبل النسب ومن قبل الرضاع ومن قبل الصهر قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما تفيد العموم؟ هي إحدى على أدوات العموم، ومعنى ذلك أن كل ما أدى ما ذكر هنا محلل، إلا أن السنة النبوية خصصت. من ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها. ومن ذلك أن القرآن الكريم ما ذكر المحرمات من قبل الرضاع إلا الأمهات والأخوات فحسب. والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بيّنت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانعقد إجماع الأمة بأسرها على ذلك. فالأمة مجمعة على أن ما يحرم من الرضاع يحرم، على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع أيضا. إذن لماذا أخذت الأمة بإجماع ولم تختلف في هذا الأمر؟ إنما كان ذلك إجماعا من الأمة بأن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام مخصصة للعمومات. فإذا الأمة مطالبة بأن تسيرها على هذا النهج الذي سار عليه سلفها وألا تتردد في ذلك. كذلك نجد أيضا هناك مخصصات من السنة النبوية خصصت عمومات أخرى في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. جاءت مخصصات من السنة النبوية كما جاءت مخصصات للآية لعموم الآية الكريمة من القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم كل قال يحرم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. حرم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وكذلك وجدنا مخصصات أخرى من السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. هذا كله يدل على أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخصص عمومات القرآن. فلا يسوء أن يقال بأن السنة النبوية لا تستقل بالتشريع، بل هي مستقلة بالتشريع. وكيف لا يقال بأنها لا تستقل بالتشريع ونحن نجد الأحكام التي أجمعت عليها الأمة كثير منها جاء منصوصا عليه في السنة ولم يأتي منصوصا عليه في القرآن الكريم.
نحن نقصر الصلاة في السفر مع عدم الخوف مع الطمأنينة. إذا تجاوزنا مسافة القصر قصرنا الصلاة، وهذا الذي درج عليه السلف الصالح. كل السلف الصالح أجمعوا على هذا الأمر، وهذا إنما ثبت بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك في القرآن. القرآن الكريم إنما ذكر القصر في حالة الخوف. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومما يعجب منه أن نرى في وقتنا هذا هؤلاء الذين يجادلون في هذا الأمر ويدعون أن السنة لا مكان لها في التشريع، هم يقصرون الصلاة. لماذا يقصرون الصلاة مع عدم الخوف، مع أن القرآن الكريم إنما ذكر القصر في حالة الخوف ولم يذكر القصر في حالة السفر على الإطلاق؟ فلماذا يجنحون إلى القصر؟ هل لأجل أن يخففوا عن أنفسهم؟ هذا إن كانوا يصلون، وما أظنهم يصلون إلا رياء الناس، وإلا فكلامهم يدل على نبذ القرآن ونبذ السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام رأساً. كم من حقائق في القرآن الكريم كذبوها، وهي حقائق واضحة ظاهرة لا تقبل الجدل، جاءت منصوصاً عليها في القرآن الكريم، وهم ردوها مع أنهم كانوا يدعون الغيرة على القرآن الكريم. فإذا الاستقلال، استقلال السنة بالتشريع أمر معلوم لا جدال فيه، ولا يجوز أن يتمارى في ذلك اثنان. السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تأتي تبياناً لمبهمات القرآن. كثير من الحقائق جاءت في القرآن الكريم مجملة. الله سبحانه وتعالى أمرنا في الصلاة، أمرنا في الكتاب العزيز أن نقيم الصلاة. من أين لنا أن نعرف كيفية إقامة الصلاة لولا السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام التي بيّنت ذلك؟ من أين لنا أن نعرف بأن صلوات الظهر والعصر والعشاء تقام في الحضر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب تقام 3 ركعات، وأن صلاة الفجر تقام 2 ركعات؟ من أين لنا أن نعرف ذلك لو لم تكن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي التي وضحت هذا؟ فإذا السنة النبوية إنما جاءت مبينة لمجملات القرآن الكريم، بجانب كونها تأتي كثيراً ابتداءً بتشريع حكم لم ينص عليه في القرآن. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة. ما فصل القرآن الكريم كيف تؤتى هذه الزكاة، كيف تدفع، من أي صنف من أصناف المال تدفع، وكيف، وما الذي يشترط؟ لم يأتي في القرآن ذكر الحول، ولم يأتي في القرآن الكريم ذكر النصاب، ولم يأتي في القرآن الكريم ذكر المقدار الذي يخرج من كل صنف من هذه الأصناف. إنما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي التي بيّنت ذلك كله. فإذا السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تستقل بالتشريع كما يستقل القرآن الكريم بالتشريع، وإنما كل واحد منهما أصل. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا، بينما أمر بطاعة أولي الأمر بطريقة تبعية. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فألحق أولي الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بطاعته مستقلالا، لأن طاعة أولي الأمر يجب أن تكون مؤطرة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما طاعة الله سبحانه وتعالى هي مستقلة.
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي مستقلة. ولذلك أمرنا وأمر أولو الأمر أيضا معنا أن نرجع جميعا إلى الله وإلى الرسول عند الاختلاف والتنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أصمه من الزلل والخطأ. فهو وإن أوتب من قبل الله على بعض الأمور إلا أن هذه قضايا جزئية. في مقام التشريع دائما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغه وما يأمر به من عند الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أي ريبة في هذا الأمر. هذه قضية واضحة لمن تدبر أوامر الله سبحانه باتباعه عليه أفضل الصلاة والسلام من غير أي تردد. ومع هذا كله علينا أيضا أن نعرف الذي جاء عن الرسول والذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فإن هنالك أيضا كثيرا من الأشياء حشيت بها بطون الكتب، حتى الكتب التي توصف بالصحة وهي غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل الحديث أيضا من دفع وراء الروايات وجمع الكثير الكثير من الروايات التي لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نبرئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه كانت افتراءات من أعداء الإسلام يغتر بها بعض المحدثين فحسبها أمرا ثابتا، ولذلك أثرها فيما أثرها ونقلها فيما أثرها فيما أثرها ونقلها فيما نقله. ويجب التحفظ منها مهما قيل بصحة الأسانيد. ونحن نرى من المحدثين من قال بأن الحديث الأحادي يرد ولو ثبت سنده، في أسباب من هذه الأسباب مخالفة القرآن الكريم عندما يأتي الحديث في غير مقام التخصيص خارجا عن دلالة القرآن الكريم فإنه ولا ريب يرد. كذلك إذا خالف الحديث الأحادي السنة المتواترة، وهذا ما نص عليه البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، نص بأن الحديث الأحادي يرد عندما يخالف القرآن وعندما يخالف السنة المتواترة. إذ لا يمكن أن تقبل الرواية الأحادية في مقابل السنة المتواترة. وكما يقول العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، وإذا كانت مخالفة الراوي لمن هو أصح منه رواية وأقوى منه حفظا ترد به روايته، فكيف إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن الذي هو متواتر تواترا قطعيا؟ فلا بد من رد الرواية من هذه الناحية. كذلك إذا جاءت الرواية بخلاف مقتضيات العقول، إذ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بخلاف مقتضيات العقول. كذلك أيضا إذا جاءت الرواية مخالفة للإجماع، ونص أيضا على أن الرواية إذا جاءت من طريق واحد مع تضافر الأسباب لنقل جماعة لها، هذا مما ترد به الروايات، وهذا كله مما نص عليه البغدادي في الفقيه والمتفقه. ونحن نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يطبقون هذا المنهج. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد حديث فاطمة بنت قيس في كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلقت ثلاثة لم يفرض لها نفقة ولا سكنى، وقال: ما كنا لنقبل قول امرأة، ما كنا لنترك كتاب الله ونقبل قول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. كذلك نجد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ردت رواية عن عمر
وابنه عبد الله رضي الله عنهما أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت بأن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، قد حسبكم قوله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت في عبد الله بن عمر أما إنه لم يكن ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعله وهم عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اليهودية التي مر على أهلها يبكون عليها إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، فظن أن كل من يبكى عليه يعذب في قبره بالبكاء. كذلك نجد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رد حديث الحكم بن عمرو الغفاري بسبب هذا. فإذا هذا الأمر، هذا المنهج كان معلوما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يقبل كلام القادحين في هذا المنهج. ونحن عندما نرجع إلى الروايات وما حشيت به هذه الروايات من الافتراءات نجد أمرا عجبا. هناك رواية في الصحيح وهي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن المعوذتين ليست من القرآن الكريم. هذا كلام عظيم أن يقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الأمر يدور بين ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه الرواية ثابتة عن ابن مسعود ويكون ذلك حقا ومعنى ذلك التشكيك في القرآن الكريم، إذا أمكن الشك في المعوذتين أمكن الشك في غيرهما، هل يمكن أن يكون ذلك؟ هذا غير مقبول. وإما أن يكون وإما أن يكون هذا ثابتا عن ابن مسعود وهو مخطئ في ذلك، ومعنى هذا أن ابن مسعود أنكر بعض القرآن ومنكر شيء من القرآن هو كافر، وهذا اتهام لابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالكفر. وإما أن يقال بأن هذا لم يثبت عن ابن مسعود وهذا من الافتراءات التي ألصقت به تشكيكا في القرآن الكريم، وهذا هو الذي يجب أن يصار إليه، ترد الرواية لتبرئة ساحة القرآن الكريم وتبرئة ساحة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك نجد أيضا في صحيح مسلم من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أحدا من الناس يزني بجاريته، فقال لعلي اذهب فاقتله، فذهب إليه فوجده يستحم وإذا به مجبوب، فرجع ولم يقتله. هذه الرواية غريبة فيها اكتراء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأي اكتراء؟ كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف هذا التصرف عندما يخبر بأن فلان يأتي جاريتك يأمر بقتله فورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعض الناس إلى كلام في حق زوجه السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واتهموها برجل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك الرجل، وإنما انتظر وتروى في الأمر حتى نزل القرآن الكريم مبرئا للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. والقرآن الكريم عندما نزل بهذا الأمر وضع ضوابط لقبول مثل هذا الكلام ورده، فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاهل تلك الضوابط التي أنزلها الله تعالى في كتابه الكريم؟ وجاء في كتاب الله تعالى التحذير البالغ من الانسياق وراء هذه الدعايات الفارغة والكلام الباطل، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كيف يتجاهل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر من عند الله سبحانه وتعالى؟ ثم هل من المعقول أن يكون النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أشد غيرة على جاريته من غيرته على السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بحيث يتصرف هذا التصرف بسبب ما قيل في حق جاريته ولا يتصرف مثله وقد قيل مثله في حق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها كانت أحب أزواجه إليه وكانت بنت أحب الرجال إليه فكيف لا يتصرف هذا التصرف؟ كيف تشتد غيرته على جاريته ولا تشتد غيرته على حليلته وزوجه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع مكانتها في قلبه ومع مكانة أبيها في قلبه؟ هل ذلك من المعقول؟ هذا كله من الافتراء البين. وكيف يتجاهل هذه النصوص القرآنية التي تدل على أن هذا الأمر لا يتسرع إليه متسرع ولا يقول إنسان فيه إلا بضوابط لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ فكيف يأمر بقتل هذا الرجل بمجرد دعوة مدع من غير أن يأتي بأربعة شهداء؟ من أين يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بشرا عاديا لكانت له في قصة الإفك عبرة تجعله يتروى في مثل هذه المواقف ولا يتسرع، فكيف لا يأخذ العبرة من هذه القصة ويتصرف هذا التصرف الأرعن الذي لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال؟ هذا كله مما يدل على أن هذه الرواية رواية باطلة. وأما اعتذار شراح الحديث الشريف بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أمر عليا كرم الله وجهه بقتل ذلك الرجل لأنه كان منافقا، فهو مردود من عدة أوجه. أولا أن الرواية نفسها تدل على خلاف ذلك، لأن أمر علي رتب على الخبر الذي جاء إليه بالفاء التي تقتضي ربط ما بعدها بما قبلها بحيث يكون ما بعدها مسببا عما قبلها. ومع هذا كله أيضا لو كان الأمر بقتله لأجل نفاقه لم يكن لعلي أن يتخلف عن قتله لأنه أمر بقتله، ولا فرق بين المجبوب وغيره فيما يتعلق بجانب النفاق. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه لم يقتل أحدا من المنافقين، ولو كان قاتلا أحدا لقتل عبد الله بن أبي، وقد جاء ابنه يعرض عليه أن يتولى قتله بنفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتله وقتل غيره وقال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وعبد الله بن أبي كان على رأس المنافقين، كان رأس المنافقين، وهذا الرجل كان سعلوكا، فكيف يأمر بقتل السعلوك ولا يأمر بقتل رأس المنافقين؟ هذا كله مما يدل على أن هذه الرواية لا يمكن أن تقبل. وكثير من الروايات نجدها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يصححها المصححون من علماء الحديث لعدم تدبرهم فيها. رواية اللد قالوا بأن النبي كما جاء في كتاب الحاكم في مستدرك الحاكم وقال صحيح ووافقه على ذلك الذهبي،
قال بأن الرواية صحيحة، جاء في رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني أخذ بأخذة من 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 غيبوبة، أخذته الغيبوبة وظنوا أن به ذات الدم، فاقترح على أهل بيته أن يلدوه، فلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أفاق وجد نفسه ملدودا فسأل عن ذلك، فقيل له بأن ذات الجنب يعني ظنه بأن ذات الجنب هي التي ألمت به وأن هذا من علاجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل واحد من الحاضرين هناك ممن شارك في لده ولم يشارك عقوبة له إلا عمه العباس. كلام غريب، هذا تصرف جبارين، كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التصرف مع أنه المعروف بدماثة أخلاقه بخلقه الرفيع، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، كيف يتصرف هذا التصرف الغريب؟ هذا كلام عجيب واجتراء على مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كذلك ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أن السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها شكت إليه بأنها ألم بها الحيض في حجة الوداع، فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال لها كلاما عنيفا، هذا كلام لا يسوغ، ما جرمها هي؟ وهو من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك ترفق بها في الخطاب، كيف يترفق في الخطاب بعائشة ولا يترفق بأم حبيبة؟ وإنما هذه من دسائس اليهود، يريدون بذلك أن يبينوا أن النبي أن يريدون بذلك أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالعنصرية، لأن أم حبيبة هي من بني إسرائيل، فكل هذا مما يجب التنبه له. وإنما نقول دائما بأن نقد الحديث يجب أن لا يكون محصورا في الأسانيد، بل تنقد المتون كما تنقد الأسانيد، وهذا ما نص عليه أهل الحديث أنفسهم، وإن كنا نجد مع الأسف أنه لا يطبق. يجب أن تنقد المتون كما تنقد الأحاديث، لكن من يتولى هذا؟ إنما يتولى هذا الخبراء بهذا الأمر، الخبراء بالرجال والخبراء بالمتون الذين مارسوا الشريعة وعرفوا أحكام القرآن الكريم، دققوا النظر في القرآن وعرفوا الأمور وقاسوها بمقاييس صحيحة، هم الذين يستطيعون أن ينقدوا المتون وأن ينقدوا الأسانيد. لا تنقد الأسانيد ويترك النظر في المتون. كم من مصيبة ألمت بالمسلمين بسبب عدم نقلهم متون، نظروا إلى الأسانيد وصححوا الأسانيد وأخذوا الحديث بغثه وسمينه، ولم يلتفتوا إلى ما فيه من الأمور العجيبة التي يندى لها الجبين عندما تؤزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تؤزى إلى كبار صحابة رضي الله تعالى عنهم، كالذي روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار كاغن يكتب عليه يملي عليهم به عهد فلا يختلفون من بعده، يملي عليهم كتابا لا يختلفون من بعده، وقالوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي اعترض ذلك، بل جاء في بعض الروايات أنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. ما كان لعمر رضي الله تعالى عنه أن يكتري على هذا، وقد كان معروفا بانقياده للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وسرعة طاعته له، كيف يتصرف هذا التصرف العجيب؟ وإنما هذه أهواء دست من أجل التشهير بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
ومن أجل التشهير بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأمور هو بريء منها. فلذلك نحن نرى أن الأحاديث لابد من أن ينظر فيها وتنقد متونها كما تنقد أسانيدها، ولكن مع هذا كله نقول بأن السنة هي تستقل بالتشريع كالقرآن الكريم، ولا يجوز رد السنة الثابتة الصحيحة التي لا علة فيها، بل يجب الأخذ بها والتعويل عليها، وعندنا بحمد الله سبحانه وتعالى مقاييس نتمكن من خلالها أن نميز بين الثابت وغيره. فعلينا أن ننظر في كتاب الله وننظر في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرد المختلف فيه إلى المجمع عليه والمتفق عليه، وألا نتردد في ذلك. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تستقل بالتشريع، ولا يجوز أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد مجتهد، وأن اجتهاده كاجتهاد غيره، وأنه كما أن غيره يخطئ ويصيب هو كذلك يخطئ ويصيب، كما يقول هؤلاء المكترئون على الله ورسوله الذين نبذوا السنة النبوية أولاً ثم تطاولوا الآن على القرآن الكريم، وأخذوا يردون من القرآن ما لا يتناسب مع عقولهم المأفونة. فعلى الكل أن يحذر من هذا الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. وإنما نحن ندعو المؤسسات العلمية إلى بحث هذه القضايا والتدقيق فيها وتقديم الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس والأخذ به ونقد ما هو حري بالنقد. مهما كان إذا ثبت أن الرواية عليها مطعن سواء من حيث سندها أو من حيث متنها، نقول إنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام براء منها، إنما الثابت عنه ما كان واضحا جليا. فالأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء لها نور يتبين من خلالها أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تلقى جانبا ويحول على الأهواء في أمور العبادات أو في أمور المعاملات مع ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علينا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم تسليما له، وما كان لنا أن نجتهد فيما ثبت عن الله أو عن رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وحسبنا هذا المنهج علينا أن نسير عليه، والله سبحانه يوفقنا جميعا للخير ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضاه. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدنا إلى الطريق الأقوم، ووفقنا للعمل بما نعلم. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسخا، وعلما نافعا رافعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوعا مخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحلم من أصي، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية.
اللهم وفقنا لاتباع كتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على طريقته، وابعثنا تحت لوائه المعقول، واسقنا من حوضه المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.